لا تخافي بوسينا، انت بكره رح تطيبي ورح ترجعي احسن من الاول. بدنا نفرح فيكي انت وعصمت. قولي بدنا نزعل دكتوره. امي، الدكتور عصمت ذكي وانسان رائع. انا ما بحب اهله. دكتوره، مستجي لعنا مره تانية، جيبي معك الدكتور عصمت. بوسينا، شو هالطلب هاد؟ شو هالوقاحه؟ امي، انا اسفه اني فتحت الموضوع. لك انت بس فهمني، نحن شو عملنا لكم حتى بنتك تحرق المشغل والبنات؟ سأل اختك شو عاملة لحتى بنتي حرقت المشغل. طولوا بالكم يا رجال، طولوا بالكم، لازم نفهم بالاول ليش هيك عملت هالعمله بنت الابزيدي. حلمي، انت لا عندك صبيان ولا عندك بنات، الله يرضى عليك عيبنا سكوتك. ها هذا فوق ما عم دافع عنك لك ابزيدي. كلامك مو بتوزن. اسمع ابزيدي، انا ما راح اسقط حقي وبدي ارفع دعوى عليك واخذ تعويض على البضاعه اللي احترقت وعن كل شيء، فهمت؟ وانا بدي اشتكي على اختك، هي اللي بعتت بنتي الله اعلم لوين لما اعتدوا عليها الرجال واخذوا لها شنتايتها وكانت مليانه مصاري. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم، نحن كلياتنا متضررين، بعدين مو هلا وقت تصفيه الحسابات بين بعض. لك مالك شايفه شو عم يطول لسانه؟ ولك خلاص، ما في حدا غيرك عم يطول لسانه، انت خلص يا مو، شبعت. صحتين يا مو. على قلبك بوسينا، بدي اياك تشيلي من راسك هذا الدكتور الغليظ، بدي افهم شو اللي محببك فيه. ليش يا عمو؟ عصمت بيطير العقل، انت بس تعرفي عن قريب مستحيل ما تحبي. شو نسيتي امه وابوه؟ شو حكوا علي وقت السرقه؟ يا عمي خلصنا بقى، صار لنا حاكيين بهالسيره 100 مره. كل اهل الحاره حكوا عليكي بوقتها، وحتى بنات المشغل. وابي كان مقتنع لو ما انا وقفت بوش الكل. شو نسيتي؟ بس ابو عصمت هو اللي فتاله للشيخ كلمته المشهورة، وفي غيره كتير. شو نسيتي؟ ميالك يا ابني، شو بتحبك بوسينا؟ وانا بحبك دي. هلا بدي اسألك سؤال، لا سمح الله لا سمح الله، اذا بوسينا علم شوي الحرق على وشها وضل مشوه، بيتغير حبك لها؟ أعوذ بالله دكتورة، بتعرفي إنه أنا بعد الحادثة صرت متعلق بوسينا وبحبها أكثر من قبل؟ لا مو معقول أبداً، هذا هو الحب الحقيقي. الله يخليكم لبعض. أنا بصراحة كنت بتمنى إنه هذا الحب يكون إلي، بس الله ما بعت لي عصمة تانية. في مشكلة إذا وصلت لها هذا الحكي؟ بالعكس يا ريت، أصلاً نحن عم نلاقي مشكلة بالتواصل، يعني لدرجة إنه صرنا نكتب على الجدران. يا ريت تعتبرني هذا الجدار اللي بتكتب عليه، وهذا الجدار هو اللي رح يروح بيوصل مشاعرك. شكرا كثير يا دكتورة. حريق مشغل البنات كشف لي شغلة ما ممكن مرة. خير دكتور، شو كشف لك؟ كشف لي انه في عملية احتيال وتزوير تمارست علي، وانا ما رح اسكت عليها. احكي لنا شو هو التزوير. رح احكي بس بالوقت المناسب، المهم هلا البنتين يتعالجوا وبعدين لي حساب كبير مع الطبيب والبنتين اللي قاموا بعمليه التزوير. منين طلع لنا هذا الدكتور عبد الهادي؟ بس بدي اعرف معقول يعملها ويبلغ عن بوسينا بهي الظروف؟ من وقت ما تعين انه يكون رئيس لجنة خبرة بكسر ايد بوسينا، انا ما حبيت موقفه. ما بدي اخبي عليك، انا خايفة يعملها.
دكتور الله يوفقك، لازم ناخذ كل احتياطاتنا. انا مستحيل اتخلى عن بوسينا لو شو ما بده يصير زير. انا رح اروح لعنده وقسما بالله اذا بيفسد عليكم انا رح اترك الطب ورح اقتله بايدي هدول. لا لا دكتور الله يوفقك، خليكي هادي هلا. سبقني على المكتب، انا بدي اشوف افتكار وبعدين بجي لعندك. شو هالبنت اللي قلبها أسود مثل الفحم؟ الله اقتص منها، إن الله يمهل ولا يهمل. عم ينحكى إنه كرمال أبو زهدي نحن لازم نسقط حقنا تجاه البنت. السلام عليكم. أهلا عبد الحليم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عدم المؤاخذة منكم، إيش كان في شيء خاص أنا برجع بعدين. أبدا أبدا ما في شيء خاص، تفضل تفضل جرب. الله يزيد فضلك. لا لا وسهلا. بصراحة جاي هنيك أخي أبو النور، سلامة كريمتكم الحمد لله على سلامتها وإن شاء الله أجر وعافية. الله يخليك ويديمك يا رب. أخونا أبو حسن، أنا كنت بدي خلص زيارتي لأخونا أبو النور ومر عليكم مشان هنيكم كمان بسلامة كريمتكم، وأقول لك الله يعوض عليكم كل قرش بعشرة. تسلم يا عزمي بيك، تسلم. جنود فرنسيين فاتوا على مشغل ما فيه غير البنات، استفردوا بأربع بنات وحاولوا يغتصبون. معقول توقف ضد بنت من البنات اللي كانوا عم يدافعوا عن شرفهم واضطروا يقتلوا جنديين؟ شوفي دكتورة، أنا الحادثة وملابساتها ما بتهمني أبدا. أنا مكلف بلجنة خبرة إني شوف نوع الكسر وإذا في وحمة تحت الجبصين. طيب بوقتها ما شفت شيء؟ طبعا ما شفت، لأنه طالبك الدكتور عصمت عمل عملية تزوير وخالف قوانين المهنة وأخلاقياتها وحطمنا بنت محل بنت. أولا الدكتور عصمت إذا كان هو اللي عمل هذا الشيء فهو عمله قبل ما يصير دكتور وقبل ما يحلف. ثانيا معقول توقف ضد بنت من بلدك؟ هي مرتك بتذنب غير أنه عم تدافع عن شرفها. أنا بعرف أنه أنت إنسان وطني وبتحب بلدك. شوفي دكتورة، أنا كل اهتماماتي بالحياة وقناعاتي محصورة بمهنتي كطبيب وبس، فالله يخليكي لحد يحاكيني بالوطنيات. طيب رح نقيم الوطنيات على جنب، أنا ما لي خاطر عندك. معقول تكب أربع سنين كنا زملاء فيهم بفرنسا وقت اللي درسنا الاختصاص، يعني معقول هيك بتتخلى عن صداقتي؟ دكتورة أنا بحترمك كتير بس بشغلي ما بعرف حدا، وإنتي بتعرفيني منيح. طيب ممكن تصارحني شو بدك تعمل؟ وانتي بتصارحيني شو رح تعملي انتي وطالبك عصمت؟ اكيد دكتور اكيد بصارحك، وبحب اقول لك انه عصمت هو طالبي وانا ما فيني اتخلى عنه لانه بعتبره كانه ابني. دكتورة انا ما رح اعمل شيء، حاليا كملوا علاج البنات المستلمينه، بس رح اقدم تقرير انه البنت اللي خضعت للخبره ما انا بوسينا، وبعد ما تتماثل بوسينا للشفاء رح اطلب استدعاء موجودا لاجراء الخبر عليها من اول وجديد. فينك تصارحيني شو رح تعملوا انت وعصمت؟ اكيد اكيد دكتور رح صارحك اكيد. انا هلا رح شوف الدكتور عصمت وبرد لك جواب بالاذن. اتفقنا. يلا انا بدي امشي. قاعدين ابو حسن؟ والله بدي مر شوي على النول. طيب مثل ما بدك. سلامة. السلام عليكم. الله معك يا سلام. مع السلامه. اخونا ابو النور الغالي، الواجب نقوم بواجبكم نجي نهنيكم بسلامه كريمتكم بوسينا، بس قلنا لحالنا خلينا نسالكم امتى فاضيين تستقبلونا. يا سيدي امتى ما بدكم، باي وقت بدكم يا اهلا وسهلا فيكم. الله يبارك فيكم، معناها ان شاء الله بهاليومين نعمل لكم زياره، لانه معلومك رح يجي معي ابني عصمت واخي عزام والست الوالده واختكم ام عصمت كمان. يا سيدي بتشرفوا يا ميت اهلا وسهلا. يعني مصر الدكتور عبد الهادي يعمل اعاده الخبره؟ نعم الدكتور عبد الهادي مصر، كتر خيره انه ما غدرنا. دكتوره انا مشكلتي انه ما بدي ورطك معي، اذا بتريدي خليني اتصرف. انا معك انا معك لانك على حق، انت ما اخطات. أنا فخورة فيك وبشهامتك، أنا معك أنت وبوسينا للموت. وأنا بتشكرك كثير، بس بدي تقولي له للدكتور عبد الهادي إنه نجوم السماء أقرب له. لازم نخبره شو بدنا نعمل، هيك اتفاقي معه.
مثل ما قلت لك، نحن خطتنا وقائية، يعني ما منقصد أنه نأذي حدا، بس إذا تعرضنا لخطر كبير في عنا وسائل نتصرف، يعني ممكن نوصل لمرحلة نبتر إيد بوسينا إذا هذا الشيء بيرضي غرورك. وأنا مثل ما قلت لك دكتورة، أكثر من طلبي إعادة الخبرة وقول مشاهداتي أثناء إسعاف فسينة ما رح أتصرف أي شيء. يعني ما رح تشتكي على عصمت؟ يعني الوقائع والأحوال هي اللي رح تحكم إذا كنت أنا رح أشتكي أو لا. بس إذا اشتكيت بتكون خالفت اتفاقنا، أنت قلت لي رح تحكي عن مشاهداتك بس. ابن الأصل عاش العمر طيب ودفى، همزة وصل بين المحبة والوفاء. ابن الأصل عاش العمر.